ده بقول خلي بالكم من البلاد، احفظوا بلادكم وحافظوا عليها. الهدف منها ان الناس ما تعرفش ان النتائج بتاعت العمل بتاع عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها. الشركات اللي تعطلت، الاقتصاد اللي راح، الارهاب اللي اتصدر لنا اللي لقى فرصة في الموضوع 2011 و2013، ولو حصل تاني حاجة تانية هيبقى برضو نفس الكلام. ده مش بس كده، مش ان هي تتعثر او ما تكملش، لا، ده ممكن يتم الاعتداء عليها. حجم التدمير والخراب اللي تم بالاعتداء على مش بس المنشآت والمتاحف، لا، ده اكتر من 75 كنيسة. اي موضوع طول ما الاستقرار موجود هنقدر نتجاوزه، اي تحدي هنستطيع ان احنا نتغلب عليه ونكمل مسيرتنا وننجح فيها. او بقى عدم الاستقرار يبقى الثمن اللي بيدفع ثمن كبير قوي. عدم الاستقرار معناه ضياع الدوله.